الفنان محمد ثروت فاجئه وفاجئنا بتصرف غريب جدا في حفلة باباه الأخيرة. الفنان محمد ثروت اللي تربينا كلنا على أغانيه زمان قاله فترة ما بيغنيش، طلع في حفلة على مسرح في جدة وكان بيغني، وفي وسط ما هو بيغني ابنه الفنان المخرج أحمد ثروت دخل عليه وفاجئه، لأنه الفنان محمد ثروت نفسه ما كانش يعرف المفاجأة دي. المخرج أحمد ثروت قعد فترة طويلة جدا عيان ومريض جدا، مريض بمرض نادر ما بيجيش غير لواحد في مليون، بس للأسف جاله هو. المرض ده هو مرض مناعي بيخليه يفقد القدرة على النطق وعلى الحركة وعلى إنه يعمل أي حاجة، وقعد مريض بالمرض ده سنين طويلة جدا. بس الأهم في الموضوع مش إنه كان مريض بس ولا إنه خف، لا، الأهم في الموضوع إن الفنان محمد ثروت ساب كل اللي وراه واللي قدامه وفضل قاعد مع ابنه، ما كانش تقريبا بيعمل حاجة غير إنه قاعد بيساعد ابنه لحد ما اطمن عليه. المخرج أحمد ثروت بعد ما قام من التعب اللي هو كان فيه محبش يعمل أي حاجة، لأنه قعد فترة طويلة ما بيتكلمش ما بيتحركش، مش قادر يعمل أي حاجة في حياته. بس أول ما ربنا شفاه قرر إن هو يعمل مفاجأة لأبوه، لأنه أبوه فعلا اتفاجئ في الحفلة دي. أحمد ثروت قرر إن هو يدخل ويغني في وسط حفلة أبوه زي ما كان بيغني معاه زمان، وكان فعلا صوته حلو. قرر إن هو يدخل يغني له أغنية بنت أبويا، الأغنية اللي انتشرت مع الفنان ماجد الكدواني في المسلسل بتاعه. أحمد ثروت قرر يغنيها بشكل مختلف، بس المرة دي بيغنيها ابن أبويا، لأنه دخل بيشكر أبوه وبيحاول يقدم له أي حاجة من اللي هو عملها معاه، وكان في صور في الخلفية بتتعرض على كل اللي حصل ما بينهم، وقعدت الفنان محمد ثروت جنبه في المستشفى وخدمته ليه طول فترة مرضه وعلاجه. وفعلا دخل أحمد ثروت بيغني أغنية ابن أبويا، والفنان محمد ثروت اتأثر جدا جدا بالموقف، لأنه بدأ يبكي على دخول ابنه، لأن ابنه قال إن هو مش عايز يعمل أي حاجة بعد ما خف إلا لما يشكر أبوه. يعني أول حاجة هينطق بيها بعد ما خف من المرض اللي كان عنده هو إنه يروح يشكر أبوه على كل اللي عمله معاه في فترة مرضه وفي غير فترة مرضه، لأن أبوه فضل جنبه ما سابوش لحظة. ومع كل اللي حصل ده الفنان محمد ثروت اتأثر جدا في وسط الحفلة وبكى وحضن ابنه، وابنه فضل يغني الأغنية كلها، وبعد كده كمان غنوا أغنيتين مع بعض. وده هيدل على شيء، هيدل على إن وفاء المخرج أحمد ثروت لأبوه وللي عمله معاه على كل حاجة أبهاتنا بتعملها معانا. كل يوم أبهاتنا بيتعبوا عشاننا، كل يوم بيعملوا عشاننا حاجات مستحيلة تحصل، بس هم بيعملوا المستحيل، وعشان كده لازم نقدم لهم كل شكر ممكن. شكرا لكل أب وشكرا لأبويا. أنا عادل مجدي، ياريت نشير الفيديوهات اللي من النوع ده عشان نعرف قد إيه أهلينا نقول لهم كلمة شكر، وياريت كل واحد يشير الفيديو ويشكر فيه أهله على كل حاجة هما بيعملوها عشانه كل يوم بس ممكن ما نكونش حاسين بيها. شكرا للفنان محمد ثروت وابنه أحمد ثروت على إنهم رجعوا لنا المشاعر الجميلة دي.